حملات ومداهمات واقتحامات للقرى والبلدات في أنحاء متفرقة من القدس والضفة الغربية ينفذها الجيش الإسرائيلي يومياً، يصحبها مواجهات واعتقالات وفصل بين المدن والبلدات الفلسطينية بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، بالتزامن مع شن مستوطنين اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. هي حرب موازية لنظيرتها الجارية في قطاع غزة يواجهها فلسطينيو الضفة منذ شهر. حصيلة التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات الماضية بحسب الجيش مقتل عدد من الفلسطينيين الذين قضوا بالرصاص في هجوم على سيارتهم. القوات الإسرائيلية قالت إنهم أعضاء في خلية تابعة لحركة حماس تقف وراء عدد من الهجمات، فيما أوضح بيان لكتائب شهداء الأقصى المرتبطة بحركة فتح أن 3 من الفلسطينيين الذين سقطوا في الهجوم ينتمون لصفوفها في طول كرم، في حين ينتمي شاب آخر إلى حركة حماس. عملية جاءت بعد ساعات من تنفيذ فتى فلسطيني عملية طعن في القدس قتلت فيها شرطية إسرائيلية، وأصيب آخر بالقرب من مركز للشرطة الإسرائيلية قبل أن يطلق عناصر الأمن النار على المنفذ ويقتلوه. وتمضي إسرائيل في تصعيدها العسكري في الضفة الغربية على الرغم من دعوات أمريكية وغربية لتل أبيب لتخفيف التوتر، وترى واشنطن ودول أوروبية أن هذا التصعيد سيضر بالجهود المبذولة لعدم توسيع الصراع.